خواتي واخواتي، مرحبا بكم اليوم في حلقه جديده من حلقات الشاف نور دي كوكينغ. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا طريقه التحضير ديال الفيلينغ التوت الفاري اولا الفرومبواز. ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، وكما العاده الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم للفيديو، كذلك تشتركوا في القناه باش توصلوا لجديد الوصفات. دابا غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا نص حامضه معصوره، غادي نحتاجوا تقريبا 250 غرام ديال التوت البري. انا عندي هنا فواكه يعني مثلجه. عندي هنايا 100 غرام ديال السكر سنيد، هادو بالمقادير اللي غادي نحتاجو باش نحضروا الفيلينغ. دابا نبداو طريقه التحضير. في شي كسرونه اولا في شي مقله اللي كان عندكم، غادي نديروا داك الديسير ديالي، غادي نزيد عليه سكر سنيد بهذا الشكل هذا، وغادي نزيد عصير نص حامضه بهذا الشكل هذا صافي، وغادي نرطو فوق النار. بالنسبه للفيلينغ فهو متعدد الاستعمالات، يعني عنده استعمالات عديده. اولهم اننا كنعمرو به الكيك، كنزينو به الكيك كيجي رائع، كنزينو به تشيز كيك، يعني ماشي ما تختصرش غير على توت البرلين، يمكن لكم تصيبوه بالفريز اولا تصيبوه بالبلوبيري التوت الازرق، يعني اي فاكهه بغيتو يعني تزين، اولا البرتقال، يعني المهم اي فاكهه بغيتوها، المونغ، الخوخ، داكشي كيبقى على حسب الاختيار ديالكم نتوما وعلى حسب الوصفه اللي بغيتو ديروا بها اللي غتستعملوا فيها الفيلينغ. انا هنايا درتو فوق النار، نتوما كما كتشوفوا راه كيبدا كيطلق الماء صافي، كنخليو على عافيه مهيله نتوما كما كتشوفوا، ضروري عافيه مهيله حتى الا جهدتو لي العافيه راه كيت غادي تحرق لكم. فهو كيجي بحال الشكل ديال المربى، ولكن راه كيجي بنين بنين بزاف. انا عمرت به الطرطه وزوقت به الطرطه من الفوق، غادي تبان عندكم في اخر الفيديو. هانتوما كما كتشوفوا بعد ما دازت 7 دقائق هو كيولي الشكل ديالو بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا صافي. كنخليو حتى كيبرد وكنستعملو كما قلت لكم، كنخلطوه مع الكريمات، كنزينو به الطورطات، يعني كنعمرو به الطورطات في الوسط، كيجي رائع رائع رائع. ان شاء الله تجربوا ينال الاعجاب ديالكم. فبحال الطورطه هذه انا درتو في الفوق وعمرت به الطورطه من الداخل، جا المذاق ديالو رائع. ان شاء الله غادي نوريكم الطورطه في حلقه جديده. الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم الفيديو، كذلك تشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات، ما تنساوش كذلك تضغطوا على الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات.